البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في مسائل الحج على صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث جابر. قال المؤلف عفى الله عنه: المسألة 26 بعد 100، قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. قال: كان ذلك مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمس. ففي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الصبح بجمع ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال: ومن لم يدرك الوقوف حتى طلعت الشمس فاته الوقوف بالإجماع. نقله الطبري كما في الفتح، يعني ينتهي وقت الوقوف بمزدلفة في طلوع الشمس. المسألة 27 بعد 100، قوله: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. قال النووي رحمه الله: أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعي وكلا. ومنه قوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ناقته لما وقفت في الحديبية: حبسها حابس الفيل، فالفيل هو حبسه الله. فلم يحصل له الإعياء، ولكنه من الله جل وعلا حبسه في ذلك المكان. ومنه قوله تعالى: انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما قوله فحرك قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع. قال أصحابنا: يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قدر رمية حجر. الله أعلم. هو وادي في آخر المزدلفة ما بينه وبين منى. قلت: الإسراع في هذا الوادي سنة عند أهل العلم، وهو بين المزدلفة ومنى، فحدوده مزدلفة من جهة منى، فحدود مزدلفة من جهة منى وادي محسر، وليس هو منها. ومن جهة عرفة وادي عرنة، وليس هو منها. وحدود منى من جهة مزدلفة وادي محسر، وليس هو منها. وحدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، وليست من منى ولا من مكة. قال المسألة 28 بعد 100، قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه أن سلوك هذه الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين، وهو أيسر وأسرع إلى منى أن يمشي من هذه الطريق. المسألة 29 بعد 100، أما الآن فهو سيمشي في المكان الذي قد حدد للسير فيه، فقد جعلوا أماكن
يمشي الحاج فيها حتى لا يحصل الحطمة والازدحام. المسألة 29 بعد 100 قوله حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى العقبة. قال النووي رحمه الله في أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله. المسألة 30 بعد 100 قوله فرماها بسبع حصيات، فيه أن الواجب أن يرمي بسبع حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لأمره صلى الله عليه وسلم بالرامي في قوله ارمي ولا حرج، وقوله بمثل هؤلاء فارموا، وهذا قول الجمهور ورواية عن أحمد. واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة أو حصاتين، يعني قول الجمهور بالوجوب، إشارة إلى وجود من لم يرى الوجوب. واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة أو حصاتين ونحوها ناسيا أو متعمدا على أقوال، فمنهم من قال لا بأس في ذلك، وهو قول مجاهد، ونقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رجعنا في الحجة التي حججناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قائل يقول رمينا بست، ومن قائل رمينا بسبع، ولا يعيب بعضنا على بعض. أخرجه النسائي وهو حديث ضعيف لانقطاعه بين مجاهد وسعد. وجاء هذا القول عن أبي حبة الأنصاري وابن عمر كما في المحلى، وهو ثابت عنهما، وهو قول أحمد وإسحاق في من رمى بست، يعني إذا كان ناسيا، أما المتعمد فهو في حرج. ومنهم من قال إن ترك حصاة فعليه تمرة أو القيمة، وهو قول طاووس أي قيمة التمرة. ومنهم من قال عليه بالحصى طعام مسكين نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إن نسي الحصى فعليه دم، فإن ترك السبع فعليه بدنة، وهو قول مالك. ومنهم من قال عليه بالحصى طعام فإن بلغ الثلاثا فعليه دم، وهو قول الشافعي. ومنهم من قال يرجع ويتم ما بقي، وهو قول ابن عمر ومحمد بن الحنفية وابن حزم، وهو الأقرب إلى الصواب. ومن ترك متعمدا فلم يتم حتى سافر فيأثم وحجه صحيح، والله أعلم. أما إذا كان ناسيا وقد سافر فلا حرج عليه، وأما إن كان متعمدا فهذا يأثم وعليه الرجوع، عليه أن يرجع، فإن شق عليه قد صار في مكان بعيد أو سافر ويشق عليه الرجوع فعليه التوبة والاستغفار، ولو فعل بالفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن الأمر فيها أهون من ترك الرمي كاملا. قد يترك عمدا، يعني ذهبت عليه الحصى فيقول يكفي الست تكاسلا أن يبحث عن سابعة أو هكذا. فإذن إذا كان قريبا رجع ورمي ورمى السابعة، وإن كان ما سأل إلا بعد أن سافر فليس عليه الرجوع، عليه التوبة والاستغفار، والله المستعان. وإذا تصدق بطعام كما أفتى هؤلاء الفقهاء فلا بأس. المسألة 31 بعد 100 حكم رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة وليست بركن،
واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمثل هؤلاء فرموا، وقوله ارمي ولا حرج. وذهب عبد الملك بن الماجشون وابن حزم لأنها ركن لا يصح الحج إلا بها، ونقله ابن حزم عن الزهري وعن أصحابه الظاهرية، واستدلوا بنفس الأدلة السابقة. ورجح الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين القول الأول والله أعلم. عامة أهل العلم على خلاف هذا القول، وأنها من واجبات الحج وليست من أركانه. المسألة 32 بعد 100، قوله يكبر مع كل حصاة، في استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. قال الحافظ رحمه الله في الفاتح: وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه، بمعنى أنها ليست من الواجبات بالإجماع. المسألة 33 بعد 100، هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ يعني يأخذ السابع ويرميها مرة واحدة، هل يجزئه ذلك؟ من يجيب قبل أن نقرأ المسألة؟ هل يجزئه ذلك؟ عندك؟ ما يجزئ. نعم. قال: استدل أهل العلم بقوله يكبر مع كل حصاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رماها متوالية ولم يرمها دفعة واحدة، واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وقال عطاء تجزئه، وقال أبو حنيفة تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية وإلا فلا تجزئه. وقول الجمهور أقرب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. المسألة 34 بعد 100، قوله مثل حصى الخذف. قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، حصى الخذف الذي يخذف بها بين أصبعين صغيرة التي يخذفها الإنسان بين أصبعين، يعني تكون مثل نصف الأنملة أو أصغر قليلا، مثل حب الفاصوليا أو الحمص. وبه قال جمهور علماء من السلف والخلف، منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير، في الحاشية أثر ابن عمر وجدته عند البيهقي في إسنادي جميل بن زيد الطائي منكر الحديث، وأثر جابر فيه عنعنة بن الزبير، أثر ابن عباس وابن الزبير لم أقف عليهم. قال: هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ في حديث جابر رضي الله عنه الذي في الباب مثل حصى الخذف، وفي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: القط لي حصيات هن حصى الخذف، ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد وابن حزم فقال: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى، لأنه منهي عن ذلك. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأحجار الكبيرة ما تجزئ. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها تجزئه، مع أن ذلك خلاف السنة عند الشافعي، وهو قول بعض الحنابلة، والقول الأول أقرب والله أعلم. الصحيح عدم الإجزاء، لأن الأمر بالشرعي جاء بالحصى،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.